وصلنا إلى القسم الأخير من صباح النور مع الزميلة ماري تراز يلي صارت حاضرة معنا لفقرة كلاكات. صباح النور ماري تراز. صباح النور ميلاد، حسيتك هيك كتير متحمس بس شفت بعد الفستان فقرة العرس. الأبيض والعرس وحقبالك ميلاد. على كل حال السينما فيها كتير أفلام أعراس، صح؟ أفلام أعراس، أفلام حلوة، أفلام حلوة كوميدية بيحطوها ايه؟ بالجانب، ورانوي صح، العروس الهارب. ما في ولا مرة عريس هربان، صح؟ إيش فيلم عن عريس هربان؟ بكون ما اجى من الاساس. بلا، في عريس ما اجى، صح؟ فاخ لا، نحن ما رح نحكي بمكان اخر وممثلين واخبار من العالم العربي بالبدايه. تعود الممثله جمال ابو عبود يلي شفناها باعمال عربيه واللي سبق وذكرنا انه فيلمها ارزه مشارك بمهرجان ترايبكا. اليوم رح ترجع بعمل مصري من جديد من خلال مسلسل السراب يلي عم بتشارك ببطولته الى جانب خالد النبوي ومجموعه كبيره من النجوم، وهالمسلسل بيتكون من 10 حلقات ومن المقرر عرضه على منصه طد الرقميه بعد نجاحها بدخول قلوب المصريين من خلال فيلم مصري ومسلسلات مصريه، ومنها مسلسل طلوع الروح يلي تم عرضه برمضان 2022. هالعمل ايضا بيضم منى شلبي يلي كمان عم ترجع بشخصيه مركبه ومليئه بالتعقيدات، وهو مسلسل درامي رح يدور هالمسلسل حول مجموعه من العلاقات المعقده يلي بتكشف الخيانه والحب والتضحيه، ورح ينضم لهالممثلين مجموعه كبيره من الممثلين، منا يسرى اللوزي، نجلاء بدر، انجي المقدم، هاني عادل، وتاليف هشام هلال، واخراج احمد خالد. وكمان جمال ابو عبود كانت مؤخرا شفناها بعمل سينمائي بفيلم يلي كان من بطولة مجموعة كمان من الممثلين اللبنانيين والمصريين، ويلي كان اسمه حسن المصري مع النجم أحمد حاتم والمخرج سمير حبشي. فجمال يوم عم تصير أكثر عم تشتغل عربيا وعالميا، ومن وجه لها تحية ونتمنى لها التوفيق. يعني ديامون ابو عبود هي من الممثلات يلي فعليا عم يشتغلوا بهدوء بتأني، مثلها هي هاديه، تشتغل كثير بهدوء وبتأني. ويمكن يعني ديامون ابو عبود مع انها مقله ان كان بالاطلالات الاعلاميه او حتى بنشر صور على مواقع حتى التواصل باختيار الادوار ان كان بالمسلسلات او بالافلام، بس يلي بتابع هالممثله الهادئه. يعني انا ديامون ابو عبود بالنسبه لإلي ممثله هادئه جدا مع بركان داخلي بالتمثيل بفاجئك، بتصير تقول انا اكثر من مره لما بلتقيها لديامون بقول لها هيدا البركان اللي من جوا من وين بيطلع؟ يعني بس واحد يشوفها بيلاقي امامه ممثله بقمه الهدوء بس في براكين من داخلها بتبين بعيونها وبحركاتها الجسمانيه. وانا اظن وبدون مبالغه، بس يمكن لانه انا منحاز لها لاني بحبها ماري تراز، بس بحسها من الممثلات اللي كثير مهمات واللي لحديت هلا مانن اخذين حقهم بالعالم العربي، وحتى تفاصيل وجهها وشكلها نادر بالعالم العربي، يعني انه تكون ما بتشبه الممثلات العربيه. رح ننتقل لمكان اخر، واطلقت شركه نيو سنتشري اغنيه لو زعلان، وهي الاغنيه الرسميه للفيلم العائلي الكوميدي جوازة توكسيك، وهي بصوت المغني العراقي السعودي ماجد المهندس، وهيدي أول مشاركة غنائية له بالسينما المصرية والعربية، وهيدا الشيء كان استعداد لطرح الفيلم بدور العرض المصرية والعربية بالثالث من يوليو القادم. فبعتقد أنه كنا عم نشوف فنانين ونجوم عم بيقدموا صوتهم وأغنيات لمسلسلات، اليوم عم نشوفها أكثر كمان بالافلام. هالفيلم الكوميدي يلي سبق وحكينا عنه، وهلا عم نشوف تريلر دعائي، كنا بعد ما عنا تفاصيل وتريلر دعائي منه، بتدور احداث جوازة توكسيك باطار كوميدي حول قصه حب فريده وكريم يلي بلشت بسوء تفاهم بدبي، وببعدها بتمر برحله من الصراعات وعودتهم لمصر، واكيد بعد تدخل الاهل ومواقف كوميديه، وكل واحد منهم بينتمي لخلفية اجتماعية مختلفة عن الآخر، وهو هالأمر يلي رح يخلق مشاكل ومفارقات كوميدية. كيف رح تنتهي الرحلة بزواج أو غير زواج بتشوفه بالفيلم يلي رح تقدروا تتابعوه أكيد بكل الصالات العربية، وهو من تأليف لؤي السيد وأخراج محمود كريم، وهالعمل بيجمع نجوم من مصر ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، وهيدي كرم.
فمن التريلر مبين هيك انه في اجواء كلها الوان وكوميديا وفيلم عائلي مثل الافلام اللي كنا عم نحكي عنها الزواج وبتروح باطار كوميدي. بعتقد انه هيدا الفيلم كمان بهالاطار، بس هيدا توكسيك كمان توكسيك، فنشوف اذا الزواج توكسيك او لا. لذيذ. بتفتكر هل يعني الانواع من الافلام محبوبه ومرغوبه عند الجمهور؟ حلو واحد كمان يحضر موفي بيتسلى، يعني يتسلى فعلا، يبطل يفكر بهمومه، مش دائما انه الفيلم بده يكون توتر واعصاب ويذكره بالمشاكل، او فيلم بدك تضلك كل الوقت مركز. حلو كل انواع الافلام. رح ننتقل عن فيلم كمان كثير حلو، وبعتقد ميلاد بحب هالنوع من الافلام، هو انسايد اوت. انسايد اوت يلي بلش الجزء الثاني بالصالات وهو من انتاج استوديو بيكسار، يا ميلاد قدر يحقق ارباح هائله، واليوم ديزني عم تكسر رقم قياسي من حيث ايرادات شباك التذاكر، مع خلال نهايه الاسبوع مع اول اسبوع له بالصالات وصلت الأرباح ل 295 مليون دولار أمريكي حول العالم. وقالت شركة ديزني إنه هالرقم رح يجعله أقوى افتتاح عالمي لفيلم رسوم متحركة على الإطلاق. وصلت مبيعات التذاكر الفيلم بأمريكا الشمالية لنحو 155 مليون دولار أمريكي، وبهيك بيكون انتزع من فيلم جون لقب العمل أكثر إيرادات بشباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع لهالعام. فهيدا الشيء جميل لأنه فيلم لكل العائلة وفيلم رسوم متحركة مع رسائل مهمة وذكية، وتعد هالنتيجة كمان فوز كبير لصناعة السينما، خاصة أنه عم نحكي كتير بأداء الضعيف يلي عم بيقدوه الأفلام بالصالات السينمائية لهالعام، وما عم بيكون في أرباح للأفلام، وعم بتكون ضئيلة جدا الافتتاحية بشباك التذاكر. وهيدا بيكون أداء الجزء الثاني أقوى من أداء الجزء الأول، وقدر يحقق إيرادات أكثر من الجزء الأول يلي عمل افتتاحية ب 90 مليون دولار أمريكي بعطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يصل إجمالي إيراداته ل 858 مليون دولار أمريكي عام 2015، ووصل على مستوى عالمي، وهيدي بتكون ثاني أفضل افتتاحية للشركة بأمريكا الشمالية بعد إصدار The Incredible 2 عام 2018. إيرادات الجزء الثاني بتعد دفعة كتير مهمة لشركة بيكسار، لأنه بعد هالأداء يلي كان مؤخرا ضعيف نسبيا وما كانوا عم يقدروا الأفلام يحققوا أرباح، الجزء الثاني هون أتى تكملة للجزء الأول وعم بفرجينا صورة جديدة. والجزء الأول يلي قدر يحصل على جائزة أوسكار مثل ما قلنا ب 2015، هل هالجزء رح يكون كمان عنده نصيب كبير بالأوسكار؟ بدنا ننطر. وهالفيلم بيركز، الجزء الأول كان عم بيركز على المشاعر يلي بتعيشها فتاة صغيرة، وهيدا الفيلم أيضا بيركز على فتاة تدعى رايلي. الجزء الأول كان عم بيركز على مشاعر الفرح والخوف والغضب، اليوم الجزء الثاني عم بيفرج الغيرة والقلق وهالمشاعر يلي بيشعروا فيها الأطفال، وكيف ممكن يتعاملوا معها وكيف ممكن يتصالحوا معها. إيرادات العمل العالمية بتعد نقطة مشرقة، وبتبشر أنه بداية الصيف يلي بلشت بطيئة أنه ممكن تكون أفضل والنتائج رح تكون أحسن، وبتبشر أنه رح نشوف أجزاء عديدة من إنسايد أوت. وغالبا ما بيتركز الجزء الرئيسي من مبيعات تذاكر السينما السنوية بالفترة يلي هي بتمتد من أول عطلة نهاية الأسبوع واللي بلشت بمايو وبتستمر لغاية سبتمبر. شو رح يصير مع هالإيرادات، وخصوصا أنه كنا ما بعرف إذا تبعت ميلاد كثير في مشكلة بهوليوود من وراء أضراب الكتاب، من وراء الأفلام يلي ما عم تقدر تحقق أرباح، ومن وراء المنافسة بالمنصات الرقمية. فاليوم صاروا الأفلام السينمائية ما عم يقدروا يكونوا هن النمبر وان، أو العالم ما بقى عم تتوجه عصارة السينما. فبعتقد انه انسايد اوت عم بيحقق لهم شوية ارباح وعم بيغير، يمكن لانه كمان فيلم لكل العائلة فكمان نسبة المشاهدين بتكون اعلى، فان شاء الله الصيفية تكون مع افلام صحيح. اهم بفتكر الكبار كمان لقوا فيه شيء كتير مهم، رح قلك ماري تراز يلي كل اللي يعنى بالامور النفسية وبشرح المشاعر كان في كتير صعوبة كيف انت بتشرح المشاعر للناس، حتى يعني في كتير من الناس السايكولوجيست ما بيقدروا إذا بدك يعطوا توصيف واضح للمشاعر. إجا هيدا الفيلم
حط لك المشاعر، عمل لهم كاركترز وشافهم كيف بيتخبطوا براسك براس الانسان. مزبوط. اظن بفتكر عمل ثوره هلا ليه هالقد حبوه، لانه الوان وعطاهم الوان واشكال وحتى عطاهم يعني. وبعدين سمح لك انك انت مرات انك الغضب او مثل ما كنا عم نقول قبل يعني الفرح والحزن انك تتعاطفي معهم، تتعاطفي مع الحزن مثل ما بتتعاطفي مع الفرح وتتقبليهم، يلي هي ما يسمى بال يعني بالسايكولوجي فاليديشن، يعني نعطيهم قيمه لكل المشاعر. هلا الجزء الثاني رح نحكي عن الانكزايتي، وهلا بعصر عايشين فيه كثير انكزايتي وخصوصا المراهقين، وحتى مش بس مراهقين يعني ممكن من عمر 7 سنين بيقدروا الاولاد انهم يعرفوا يكتشفوا المشاعر ويتصالحوا مع الاشياء ويكونوا واضحين لما يشوفوا صوره بتوضح الامور عندهم. صح. ففيلم كثير ذكي بعتقد واحد من كثير اكثريه الافلام يلي بتقدمها ديزني بيكسار يلي فيها ذكاء يلي فيها رسائل ذكيه جدا للاطفال بتساعدهم حتى انهم ينبسطوا ويستمتعوا بمشاهده الافلام ويتعرفوا على قصص جديده. هيدي كل اخبارنا لهالاسبوع. شكرا لك ماري تراز، اخبار حلوه ونحن بانتظار اكيد مشاهده الافلام، ويعني ومبروك لكل يلي هلا عندهم افلام جديده.